أنا حابب أحكي معك بموضوع، يعني بقصة، بموضوع يعني فيها فائدة لألي وإلك. وشو هالموضوع؟ هون بدنا نحكي، الموضوع بجوز يطول ولازم نعمل. يعني هالموضوع بده مكان خاص؟ يعني أو إذا بتحبي نقعد، لأنه ممكن تطول قعدتنا شوي. بدك توعديني بالأول أنه تسمعيني للآخر وما تعملي أي ردة فعل. شوفي آسفة فاتن، نحن اثنين دارسين اقتصاد، يعني من آمن بلغة الأرقام، والكلام اللي بدي إلك إياه هلأ بلغتنا بسموه صفقة، صفقة رابحة للطرفين. يا أستاذ، حضرتك بلشت كلامك إنه بدك تعرض علي صفقة، وصلك ساعة عم تحكي عن حالك وعن وضعك وعن دراستك، يعني حاسستك بعد شوي رح تطلب إيدي. تماماً، هذا هو الموضوع يلي بدي أحكيه معك، بس بصراحة أنا ما كنت عارفان كيف بدي أقول لك إياه. أنا عم بحكي عن جد، صدقيني حابب ارتبط فيك. يا أستاذ يا محترم، مو من حقك تفيق الصبح وتشرب قهوتك وتقرر هيك تتسلى بالناس. عفواً، أنا ما عم بتسلى أبداً، أنا عن جد عم بحكي أني حابب ارتبط فيك. والله عيب. ومن وين لوين بدك ترتبط فيني؟ ولا لا تكون حضرتك حابب تنتقم للغنوجة تبع امبارح؟ يا أنسة فاتينة، للمرة الثالثة عم بقلك أنا عم بحكي عن جد، ليش أنت ما عم تصدقيني؟ لأنه مو زابطة وما بتدخل بأي عقل. أنت سمعتي الموضوع للآخر لتقولي لي زابطة أو مو زابطة، بتدخل بعقل ولا ما بتدخل بعقل؟ شو بدي أسمع كمان؟ ماشي يا أستاذ، أنا رح أجي معك للآخر وأفترض إنك عن جد عم تحكي، أنا بقول لك آسفة. إذا سمعتي هدي شوي، أنا من البداية قلت لك إنه الموضوع هو صفقة، فيها ربح إلي وإلك، فيها ربح للطرفين. ما صار عندك فضول ولو شوي تعرفي شو هو هذا الموضوع، شو هي هاي الصفقة؟ مشان هيك خليني أحكي، خليني أشرح لك. خلينا نشرب قهوة. بدك تستأجرني؟ هلا هي الكلمة كتير كتير صريحة وقاسية، بس مزبوطة. لك أنت شو شايفني قدامك؟ اسمع، مصاريك ما بتسمح لك تكون وقح مع الناس وخصوصا معي. طولي بالك، أنت ليش أخذ الموضوع من هاي الزاوية؟ أنت بترضاها لأختك؟ بترضاها لأمك؟ أصلا أنا ليش عم ضيع وقتي مع واحد وقح مثلك؟ كل شي عم قلك يا بعد عن طريقي أحسن ما خلي الجامعة كلها تدعوس عليك برجليها. تدعوسني؟ بس اسمعيني، أنا كل شي بدي إياه إنه أنا بدي أرتبط فيكي بعلاقة زوجية شكلية قدام كل العالم، ولح أمن لك مستقبلك بطريقة كتير منيحة. أنا بدي أتزوجك بالحلال، أنا رح أجي أطلبك بشكل رسمي ورح أكتب كتابي عليكي بالمحكمة، فبأي جزء بهذا الموضوع أنا بكون عم بهينك؟ لأنك شايفني مثل أي سيارة عندك، مثل أي مطعم، يعني شغلة بتنباع وبتنشرها. أنا كنت واضح من البداية وقلت لك الموضوع كلياته عبارة عن صفقة تجارية، يعني خالية من العلاقات الإنسانية والمشاعر، هو عبارة عن موضوع تجاري بحت، من حقك توافقي أو من حقك إنك ترفضي، وطبعاً أنا بتمنى أنك توافقي. فاتينة، أنت فكري بهذا الموضوع من ناحية الفائدة المشتركة لإلي ولإلك وبس. وصدقاً صدقاً أنا مو شايفك شي بينبع وبينشرع. لكن كيف شايفني؟ رح أحكي لك شو فكرت لما قررت اني اطرح لك هذا الموضوع، يعني بدون ما زخرف الكلمات. وانا هذا اللي بدي اياه. انا شايفك صبيه فقيره، وعفوا هذا مو عيب، وصحح لك انك تامني مستقبلك من الناحيه الماديه بسرعه وتساعديني
بدون ما حدا يتضرر. انك تتزوجني لفتره وانك تعطيني مصاري بكون عم ساعدك اكثر بكثير مما بتتخيلي. كيف؟ لك كيف؟ بس توافقي على المبدا صدقيني رح اشرح لك كل شيء واقول لك كيف. واذا ما وافقت؟ اعتبري هذا الحديث كانه ما صار، وهذا وعد مني، وعد شرف. آسف فاطمة، أنا بكرة ناطرك بالمطعم إذا كنتي موافقة، وإذا كنتي مو موافقة لا تجي، عن إذنك. يا ربي دخيلك، من وين طلعت اللي انت الثاني؟ بكير لسه ما قدن الصبح. ماما شو مسهرك لهلا؟ ناطرتك اليوم بدي حل الموضوع. أنا موضوع ماما، إذا بتتذكر قلت لك ناطرتك للصبح لحل الموضوع، وقلت لك لا تغشم حالك. ورد، بس يطلع الضو بدي روح اخطب لك رانيا، عم تفهم؟ وانا مو موافق. ايه مو على كيفك. ايه لا على كيفي، وانا عم بعمل هيك مشان ما زعلك، وبس عم سايرك. شو يعني عم تاخذني على قد عقلي؟ يا حبيبتي يا روحي يا مهوشة قلبي، عم بقول لك في صبية بحياتي، بحياتي في صبية. لا خلصنا بقى، خلصنا. ما في صبية ولا ضراب السخن. حاجة تضحك علي؟ لك أنا أمك وأكثر حدا بيعرفك. إذا بتضحك على حالك إلي ما بتقدر تضحك علي. حط عينك بعيني اللي شوفه إلي. عم قول لك حط عينك بعيني. دقيقة ماما دقيقة. ورد حكيني. دقيقة ماما. ورد ماما دقيقة. هلأ الموبايل أهم مني؟ أنت أهم وحدة بكل هالدنيا. من بكرة، من بكرة رح سمعي خبر يسرك ويفرح لك قلبك وخاطرك ويريحك ويريحني. لك يا ورد يا أنا... ماما طولي بالك، بس مرقي لنا هالليلة. والله أنا تعبان فارد بس بدي نام، وبكرة بكرة أحلى خبرية بالعالم. تصبحي على خير. أنا جاي قبل الموعد، ماني متأخر. تفضل خلينا نحكي. في شي حابة تسألي أو أحكي أنا؟ أول شي بدي أعرف من وين جبت رقمك؟ من إدبارتك بالمطعم، فيها كل المعلومات عنك. تمام. شو المطلوب مني؟ وشو بيطلع لي بالمقابل؟ يعني انت موافقه على المبدا؟ بدي اسمع منك واعرف شو العرض، وعلى اساسه بنشوف. انا قلت كل شيء من امبارح، بدي اسمع منك شو بدك مقابل. قبل ما اقول لك حابه اعرف ليش بدك تعمل هيك، وبظن هاد حقي. اكيد حقي،
بعد ما تقولي لي انك موافقه انا رح احكي لك كل شيء. طب بلكي ما اقتنعت بالسبب. مو كثير مهم السبب، ما دامه ما رح ياثر عليك. كيف يعني مو مهم؟ خلينا نحكي بلغتنا. انت تاجر عنده بضاعه وانا زبون، اجيت دفعت لك حق البضاعه كامله كاش مع الربح، فانت شو بدك فيني انا؟ ليش اشتريت البضاعه وشو عملت فيها؟ ماشي، بدي 20 مليون، وبدي بيت باسمي بمنطقه محترمه. وافقت. بعد ما افتح لك حساب بالبنك احط لك المصاري فيه، بنروح لعند محامي من طرفك وبوقع لك عقد البيت. انا رح اجي اطلب ايدك من اهلك حسب الاصول، وكل طلباتهم رح لبيها. بس رح كون لحالي من دون والدتي، وعليك تلاقي المبرر المناسب قدام اهلك. لحظة لحظة لحظة، وليش امك ما رح تجي؟ اهلي ما رح يوافقوا. امي ما رح تجي لانه ما رح توافق، لانه انت قرصونة ومو قد المقام. في اكثر من سبب. المهم تعملي مثل ما اتفقنا، انت تلاقي الاجوبة لاهلك عن كل اسئلتهم، يعني وين التقينا؟ شلون تعرفنا على بعض؟ شو حكينا؟ وتخبريني لإلي هذا الحكي مشان يطابق كلامي على كلامك. وبعدين؟ حاول نسكن بشقة لحالنا، بس على الأغلب ما تزبط فورا. فرح نسكن مع ماما، يلي ما رح تكون رضيانة أبدا ورح تعاملك بطريقة كتير مزعجة. بس أنت بدك تتحملي وما تاخدي القصص بشكل شخصي. بالأخير لا هي حماتك ولا أنت كلمتها. طبعا ما رح نعمل لا عرس ولا حفلة. ورح ننام بغرفتي، انت على تختي وانا على الكنباية. مثل ما قلت لك قدام العالم انت مرتي، بس بيني وبينك خلينا نقول اخوات. علاقتي بأهلي رح تضل مثل ما هي، ورح ضل زورهم إمتى ما بدي. أكيد
فاتنة حاولي تفصلي، علاقتي أنا وياكي هي مجرد حبر على الورق، يعني أنا ما بحق لي أفرض عليكي شيء ولا أتدخل بحياتك، والعكس صحيح. ما فهمت شيء. عن جد هالحكي مو طبيعي. أنا لازم أفهم كل شيء. تعرف شو؟ إذا ما فهمتني كل شيء أنا ما رح أعمل ولا شيء من اللي حكينا عنه. قلت لك هذا حقك، بس أنا ما رح أقول لك شيء لحتى أتأكد إنك وافقتي. طيب وبلكي بعد ما عرفت السبب ما اقتنعت وما قبلت أتزوجك، شو رح بيصير؟ لا، بدك تلتزمي وهذا الشرط. وإذا أنت حاسة حالك مالك قد هاي الفوتة وهي التجربة، من هلأ انسحبي، خلينا نخلص كل شيء هون. كيف هيك صار؟ كان يوم رأس السنة، كنا بباريس، شلة كبيرة يعني، شباب وبنات وسهر ورقص ومشروب كثير. وبعدين فهمت، ما في داعي تكمل. ليكي ما تخافي، انت ما رح يصير عليك شيء. يعني مرض الايدز هو ما انه مرض معدي، يعني بينتقل عن طريق نقل الدم او العلاقات الجنسية. انا بدي نام معك بنفس الغرفة وبدي صير مرتك. على الورق بس، على الورق. وانا بدير بالي على كل اللي حوالي، كثير بدير بالي عليهم. يعني عايش انا وامي بنفس البيت، وامي اغلى شيء علي، بخاف عليها اكثر ما خاف على حالي. وانا كمان بخاف على عائلتي وبخاف على حالي قبل كل شيء. وانا عم بقول لك ما رح يصير عليك شيء، رح ناخذ احتياطاتنا بالكامل. لك انا الحق علي، لك انا الحماره، لك انا اللي عملت عيوني المصاري. كيف ما انتبهت؟ لك انت حتى ما ناقشتني بالمصاري اللي طلبتها منك. لك اي ولد صغير كان رح يعرف انه ورا عندك في مصيبه كبيره. خلينا نحكي بالعقل، انت كمان بحاجتي مثل ما انا بحاجتك. لا تطلعي فيني هيك على قولتك. ولد صغير بيقدر يشوف قديش العيشة مع أبوكي صعبة وقديش أبوكي لسه أصعب، فأنت كمان استخدمتي لحتى تخلصي. المصاري والبيت رح يضمنوا لك إنه ما ترجعي تعيشي العيشة اللي كنتي عايشتيها من أول. طيب انت برايك بس نتطلق ما رح ترجع والدتك لنفس موال العروس؟ نحن رح نطلق لاني عقيم، يعني نحن هيك رح نفهمها. ساعتها بصير عندي حجه اني ارفض اي عرض زواج ثاني. هذا ستضل عندي وقت. الأعمار بيد الله. بتعرفي فاطمة، أنا مستعد أتخلى عن كل شيء، كل شيء بملكه، بس إني أرجع أمحي هذا اليوم من حياتي. لأني كل مرة عم فكر بأمي بحس حالي رح انفجر. ما بعرف يعني يمكن أنا عم حاول أكسب شوية وقت بركي، مع أنه بعرف أنه ما في نتيجة. أنت عم تفكر صح. أنا مبارح قريت عن الإيدز،
انه ممكن مع هذا المرض بتقدر تعيش لل 45 سنة. وهذا من لما بتكتشف المرض. إذا تعالجت بشيء اسمه العقاقير المضادة للفيروسات الارتدادية. العلاج غالي بس أنت الله عاطيك وبتقدر. ليش عم تضحك؟ تصوري إنه هي أنا أول مرة بقدر بحكي فيها عن المرض يعني الإيدز. دائما كنت أقعد أحكي بيني وبين حالي وعلى فكرة أنا كتير غليظ بالنقاش حتى بيني وبين حالي. فاتن أنا من هلا بدي أشكرك ولك علي وعد إنه ما يصير بك أي مرض. ما في داعي تتشكرني، أنا عم نفذ اتفاقنا اللي رح آخذه منك، فما إلي عليك مني. لك ابني، ابني خبريني شو في؟ ليجي البابا بتعرفي. لا إله إلا الله، أنت زعلانة أنت وخطيبك شي؟ أمي خلصنا بقى، ما بدي أحكي مرتين، بس تيجي البابا بتعرفي. طيب روحي استعجلي. قال لي في شغلة بإيده بيخلصها وبيجي، شبكي؟ خير؟ بكرة بدنا نروح على المحكمة مشان نكتب كتابنا، وحضرتك لازم تكون موجود لأنك الوكيل. مثل ما سمعتي ماما، أنا عم بعمل مثل ما بدك، مو هي رغباتك، مو هذا هو طلبك. لا تجنني ورد، أكيد عم تمزح. ما لا ماما، ما عم بمزح، أنا ومرتي جايين لهون بكرة. لك مين هي مرتك؟ ماما الصبية اللي قلت لك عنها، فاتينة. فاتينة؟ أنت تزوجتوا؟ مبارح تزوجنا، كتبنا قصدي. ورد برحمة أبوك، قول إنك عم تعمل مقلب معي مشان الله. أمي، حبيبتي، روحي، عيوني، إجي عيش هون بهذا البيت ولا روح عيش ببيت المزة؟ ماما، مو هاد اللي كان بدك إياه؟ ليش كل هالقد مستغربة ومستهجنة القصة؟ أنا كنت بدي جوزك على كيفي، مو أي وحدة، ومو معروف قرعت أبوها منين. تقبريني؟ هاي صارت مرتي، ما بصير تحكي عليها هيك. إيه؟ أنا بعتذر من جنابك ومن جنابها كمان. بوس رجلك خلاص. ماما تعرفي عليها لفاتينة، بنت حلوة ودارسة ومتعلمة وبنت عالم وناس، بتبيض الوش وبنت عالم وناس. بتقبل انها تتجوز بهالطريقة هيو على السكيت بدون حفلة وبدون عرس؟ طيب على القليلة ليش ما أخذتني وعرفتني عليها لأخطب لك ياها بالأول؟ لأنه كنت متأكد انه ما رح توافق. وشو عرفك؟ ماما بعرف انت دائما بتقولي بدي اختار لك البنت على ذوقي بمواصفاتك انت، بس انا ما بدي، انا بدي اختار بنت على ذوقي لإلي، وكنت متاكد كمان انه رح تطلعي لي فيها 100 عله وعله. اها، مشان هيك بتحطني قدام الامر الواقع وبتلوي لي دراعي؟ تقبريني والله مو هيك قصدي، بس هالمره يكون عندك ثقه باختياري. لو بتطبق السما على الارض بدك تطلق. وعلى فكره يا انا يا يعني. ماما بوس ايدك، ما بقى تحطي حالك بمقارنه مع حدا، وتاني شي ما تحطيني بهذا الموقف، انت بتعرفي انه انا ما بيهون علي زعلك. اذا بدك يعني ما ازعل طلقها. طيب يا ماما تعرفي عليها بالاول، ممكن تغيري رايك. ما بدي اتعرف عليها وماني طايقتها وما بحبها. طيب بس هالمره ما ممكن تكوني ولو شوي غلطانه؟ ابدا.
أمي، يعني أنا عم فكر اجمع نسوان الحارة واعمل توديعة على الضيق، شو رأيك؟ لا أمي ما في داعي. ليش لا أمي؟ ليش لا؟ خليني أشوف حالي فيكي، خلي الفرحة تدخل على هالبيت، بعدين أنا بدي أجمع كل النسوان وفقعهم وتحديداً أم عدنان. أمي خلص، يعني متفقين أنا وورد إنه ما بدنا لا عجقة ولا بدنا وجعة راس. بس هي فرحة عمري مو وجعة راس. حقك علي، بس أنا والله ما قصدي. شو ما كان قصدك، شو ما كان، أنت ليش مستكترة علي الفرحة اللي صار لها زمان ما دخلت على البيت؟ أمي والله لو كان فيني ما كنت قصرت. شو اللي مانعك؟ مثلك مثل كل هالبنات، لا وأنتي ستهم كمان. ولا ليكون خطيبك مستعر مننا؟ لا أمي لا، ورد ما بفكر بهي الطريقة. لكن شو؟ حكيلي أمي، حكيلي فضفضيلي. أمي والله ما في شيء، ما في شيء أحكي. لا في، في وكتير كمان. من غافل علمه صرتي بدك تتجوزي وجبت العريس وراح تصيري مرته بكرة. إيه وين المشكلة؟ كمان هي حرام أمي؟ لا لا مو حرام، بس هي ما دخلت عقلي. أمي أنت صايرة عم تحكي مثل أبي. ها أي حدا أمي، أي حدا رح يحكي هيك؟ أمي برضاي عليكي، برضاي عليكي صارحي. صار شي بينك وبينه؟ أمي خلصنا بقى، أنا ماني مثل فاضية. بعدين مو كل بنت بدها تتزوج بسرعة بيكون صاير شي وبتكون بدها تستر على حالها. شو بكي أمي؟ طمني، أنا أشرف من الشرف وجاهزة لتكشفي علي. ناطرتك بالغرفة.
ليك ورد، أنا ما بيهمني كيف تعرفت عليها ووين تعرفت عليها، ورح أريحك من كل التفاصيل اللي ممكن هلأ تألفها. أنا عندي سؤال واحد وبس، سؤال واحد وبدي تجاوبني عليه بكل صراحة. اللي ما صاير شي بينك وبين هي البنت؟ ماما ما معقولة، أنت ما معقولة. ليكي فاتنة أشرف وأنظف وأطهر بنت بشوفها بحياتي، بدي اياك تشيلي هاي الأفكار كلياتها على جنب وتقتنعي إنه أنا حبيتها لفاتنة ومشان هيك تجوزتها. ماما بترجاكي لا تحكمي عليها لفاتنة لحتى تشوفي وتحكي معها. ماما انت اغلى شيء بكل حياتي، وانا عزام بعمل شيء بهي الدنيا فعم بعمله كرمالك انت، مشان انت تضلي منيحه ومبسوطه. ماما انا كثير بحبك. مبروك عمي، مبروك. الله يبارك فيك. مبروك بابا. مشان الله سامحني، مشان الله سامحني. بوس ايدك سامحني، بوس ايدك انا والله. الله يرضى عليك يا بنتي، الله يرضى عليك، دير بالك عليها. بعيوني يا عم. هي أنظف بنت بالدنيا، أنظف بنت. يلا روحوا على شغلكم، خليني أرجع على شغلي. كيفك حماتي؟ هلين حبيبي. شو ما في مبروك؟ ما في زلغوطة؟ إن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله جوازة الدهر. ألف مبروك يا أمي، ألف مبروك يا حبيبتي. مبروك يا أمي، مبروك. الله يبارك فيك يا رب. بعتي بين ما تشربوا قهوتكم بيكون الغدا جاهز منيح. لا أمي نتغدى غير مرة، هلأ بس نشرب قهوة. شو طابختي لنا حماتي؟
شو ما بدك؟ شو ما بدك فورا بيجهز. أنا بحب أكلات الزيت كثير. إيه من عيوني، بين ما تشربوا قهوتكم بيكون الأكل جاهز. إيه يلا ضبطي هون أمي، ضبطي. شبك؟ جوعان؟ مدام تشربي شيء؟ لا شكرا. بس إذا في كاسة مي لو سمحتي. إيه تكرم عينك. شكرا كثير. لك يرسوني درت الدنيا كلها ولفيت شفت أشكال وألوان وبالأخير ما بتتزوج إلا كرسوني. لك أنا بدي أصير حماتها للخدامة، كنتي خدامة؟ يا أمي شو في إله داعي هذا الحكي هلا؟ بعدين البنت مهنتها ما بتعيبها. أنا بالنسبة لي المهم عندي هو الأخلاق. هيك بدك تقول لي يا أستاذ الأخلاق؟ إي ماما هيك بدي أقول لك. بعدين من بعد إذنك في مجال بس شوي توطي صوتك. ليش حبيبي؟ خايف على مشاعر الخانوم؟ خايف على أحاسيسها؟ لو عندها ذرة إحساس ما كانت بتتجوز مثل الحرمية، والله أعلم. ليش؟ شري تفضل فايتة بكل وقاحة بدون ما تدق الباب وبدون ما تستأذن حتى. بجوز يعني يكون ببيتهم ما في بواب. طولي بالك أمي شوي. ورد تركنا أنا والخالة لو سمحت. ليش يا عيون الخالة؟ بدك تضحكي علي مثل ما ضحكتي على وحيدي؟ يا ماما كرمال الله خلص. لا مو خلص. طيب برات الغرفة وبرات البيت كمان يلا. مثل ما بدك بصير. بس أول خلينا نحكي أنا وياكي شوي لو سمحتي. وبتطلعي بعدها؟ ايه. شرفي تفضلي احكي. ورد اذا بتريد لو سمحت اتركنا. حطي حالك محلي، شو بتساوي؟ مستحيل حط حالي محلك، الناس ما مات. طبعا اكيد، بس انا عم اقول فرضا. شو بتساوي؟ اذا صحت لك هيك فرصة بتقولي لا؟ اها شفتي؟ بعد مثل لسانك عم تعترفي انك جاي على مصلحة. اذا شب مثل ورد ما انطمع فيه، بمين بده ينطمع؟ شب ابن عالم وناس دارس ومتعلم وحلاوة ومرتاح ماديا. لك مين انتي لحتى تاخدي كل هدول؟ مين؟ انا صبية فقيرة بس بنت عالم وناس ودارسة وحلوة، وراح اعمل كل جهدي لحتى ما اخسر ورد، لانه ورد بالنسبة لي فرصة ما بتتكرر. خالي ورد شايف فيني شغلات ما بتعوضها المصاري، رجاءً حاولي تشوفيها، بلكي بتقدري تتقبليني بعيلتك. ورد كتير مراهن على هالقصة. أولاً وأخيراً أنتي أمه، وقد ما حكيت لك ما بتعرفي قديش بهمه رضاكي وراحتك. وتأكدي إنه كل شي عم بيصير هو بس مشان راحتك. ماما انت اغلى شيء بكل حياتي. صدقيني انا كل شيء عم بعمله كرمالك. كرمال انك تضلي منيحة. انا كثير بحبك. طمنيني شو قالت لك؟ شو قلتي لها؟ ما بعرف. كل شيء بعرفه قلته. شو كل شيء؟ شو قلتي لها؟
وحدة مو اللي ببالك. شو اللي كان؟ يعني حاولت هديها وحكيت اللي طلع ببالي. أنا آسف على كل كلمة قالتها ماما ضايقتك فيها. حقك علي. لا تاكل هم. متوقع هالشي وأكثر. بعدين هاد جزء من الاتفاق ولازم اتحمل. ورد أنا كثير تعبت اليوم وراسي عم يوجعني. وين بقدر نام؟ تفضلي بالغرفة، تفضلي. بس أنا ما بعرف بالبيت. حقك على راسي شرفي، تفضلي. ما بعرف ليش أصريت تنامي عندك. طبيعي، بعدين كتير مريحة. طيب جوعانة؟ لا أبداً. كيف أبداً؟ إلا من الظهر ما أكلنا ولا لقمة. إذا جوعان بقوم بحط لك أكل. بس المشكلة إنه ما بعرف شي بالبيت غير غرفتك وغرفة أمك. قومي معي. لوين؟ ملك جولة بهالبيت. لا خلص خليها لبعدين. ورد أنا عم فكر بكرة أنزل على الجامعة. ما بعرف أنت شايفتيها مناسبة طلعتك من البيت. معك حق. عن جد جوعان. قومي ناكل. صباح الخير. أنا جهزت القهوة وحابة نشربها أنا وياكي. ناطرتك. ما نمت الليل وأنا عم فكر بكلامك. مبين إنك وحدة قوية وقد حالها. لكن مثل ما كنتي صريحة معي أنا رح كون صريحة معك. قولي لي قديش بدك لتتركيه؟ وقديش ممكن تدفعي؟ قد ما بدك بس أخلص. لهالدرجة مانك طايقتيني؟ طيب أنت على أي أساس عم تحكمي علي؟ عم تسألي؟ على أساس كلامك. مو أنت قلتي فاتي مصلحة؟ بوفر عليكي وقت ملكي بتلاقي لك صيدة تانية. ماما شو هالحكي؟ خليكي
ليش؟ ليش؟ أنا مالي غلطانة؟ كل هاد وما غلطتي؟ لسه ما غلطت، وإذا بدك تشوفني غلطت خليها هون لشوف. لا أنا ولا هي رح نضل بهذا البيت، رح نروح على بيت المزة. ورد، عن جد أنت بدك تتركني؟ بدك تترك أمك مشان وحدة مثل هاي؟ فاتنة، ما اسمعي، فاتنة مرتي وكرامتها من كرامتي، وأنا أي حدا بهين كرامتي ما بقعد معه. على فكرة أنا ماني مزعوجة من كلامها، أنا مزعوجة من حالي. المشكلة إنه أمك ما غلطت معي، كل كلمة قالتها هي صح. أنا اللي هنت كرامتي وشرشحت حالي، أنا بلا أخلاق. فاتنة لا، أنت مو هيك. لا أنا هيك ونص. فيكي هلأ تهدي وتطولي بالك؟ ورد ببوس إيدك عفني، ببوس إيدك عفني، أنا ما عاد أقدر أتحمل ولا يوم تاني، ببوس إيدك ورد. يا فاتنة أنا من البداية قايل لك إنه هذا الحكي رح تسمعي وهذا الشيء رح يصير، هلأ صار وقت إنك تتحملي. ليش بدي أتحمل؟ أنا اللي حمارة إني وافقتكم من البداية بهيك كذبة. ورد مشان الله طلع إلا طلع إلا إنك عقيم، وخلينا نخلص على قولتها، خلينا نوفر وقت. أنا ما عاد بدي كمل، ما عاد بدي كمل. اهدي وطي صوتي. ما رح وطي صوتي، طلع إلا ما بدي كمل، طلع. قررنا أنا وفاتنة نروح نعيش ببيت المزة، طبعاً إذا ما عندك مانع. ليش ما قلت لي يا عمري؟ ليش؟ شو بدي أقول لك؟ أنا سمعت كل شيء، يا ريتني متت ألف موتة وما عرفت اللي صاير معك. شو سمعتي قولي لي ماما؟ ماما احكي مشان الله، شو سمعتي؟ ماما وهي اللي عرفت كل شيء. شو صار؟ شو استفدتي؟ منروح لعندك عطرة، منروح المشافي، منسافر لبرا إلا ما نلاقي علاج. حبيبتي أنا فتلت فرنسا وأوروبا كلياتها وشفت كتير دكاترة بس ما في نتيجة. شو يعني؟ يعني هاد نصيبي ماما، هاد لا. نصيب. لا يا ربي دخيلك يا ربي. يا ربي يا ربي يا ربي يا علي يا علي يا علي. توبريني خلاص، يعني هذا البكا والزعل لا بيقدم ولا بيأخر، يعني أنا كل شيء كنت عم بعمله بس مشان ما أشوفك زعلانة. يعني كنت بدي أعرف بالآخر لإمتى يا أبي؟ لإمتى بدك تضل حاطط على الجرح ملح وكاتب بقلبك ومخبي لإمتى؟ ما بعرف، والله ما بعرف. بتعرفي لما كنت أطلع بعيونك وشوف القهر لما تحكي لي عن الزواج وعن نادي كراز. مشان الله، كرمال الله، خلاص خلاص، كرمال الله كرمال الله. خلاص يا عمي، خلاص يا عمي. اللي بدك يا صار، شو في داعي لوجودي؟
طيب أهلك شو بدك تقولي لهم؟ أنا بدبر حالي، مثل ما زبطتها بالأول بزبطها هلا. يا فاطمة، نحن اثنين بنعرف إنه الحكي اللي عم تقوليه هلا مانو منطقي أبداً. وين المنطق بكل شيء عملناه؟ عن جد ما في داعي نكمل بهالكذبة، عن جد. بس هدول أهلك مو لعبة. يعني ما فيك تقولي لي بدبر حالي، بعدين كيف بدك تدبري حالك آه؟ بصراحة ما بعرف. طيب ليك إذا بدك أنا عندي حل. منضل على اتفاقنا ومنعمل عليه شوية تعديلات. أنت بتروحي بتعيشي ببيت المزة وقدام كل العالم نحن متزوجين. بس تلاقي الوقت مناسب بتروحي بتخبري أهلك. شو بدي خبره؟ قولي لهم إني عقيم. هي أحسن حجة إنك تطلقي. طيب أمك؟ أمي بالنسبة لها منكون نحن اثنين متطلقين، وأنا برأيي هذا أحسن حل للكل، ولا شو رأيك؟ إيه. بس بدي منك تمرقي لي هالليلة، يعني أنت مثل مالك شايفة، ماما تعبانة وأنا كثير خايف يصير لها شيء. لا سمح الله، طبعاً أكيد. أنا رح أقوم أطمن عليها. إذا كانت فائت رح فاتحها بالموضوع. ورد. عن جد شكرا. ورد أنت شاب كتير منيح. بعرف. ماما مهوشة قلبي مهوشة ماما لا 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 ماما ماما لا يا ربي لا يا لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.